تكفى انتبه له ابراهيم، ترى هو ساكن لحاله، ترى هو مقترب. ابراهيم ترى هو مقترب وساكن لحاله وتعبان ولا طايش. ما حد درى، ما حد. ابراهيم رحت عشيت في مطعم عيال فاضي، ما في احد والله العظيم، مطعم فاضي عيال، وديته مطعم اقسم بالله العظيم. هو طالع شكل مطعم خايس. تعشينا، وين وديته؟ على اساس بدي بالفاردوات. تخلي عني بسوي هذا كله وانا تعبان، هو ما يدري. تخلي عني بسوي هذا كله وانا مهلوك، بس الحمد لله ما طلع فيه تذاكر في انترلاند، ما ادري بالفار يعني شويه كانت فيه تذاكر بس يعني لا ما كان فيه، بس نروح بكره. فكلمت شركه البابا، قالوا بكره بكره بمشي بمشي. والله العظيم ترى انا ما يعالج النفسيه الا البث وطلع اخر الليل، ما يعالج النفسيه حال الا لا حد يقول لي كلام الحبيب صوت الحبيب، لا هذا ما يعالج النفسيه، هذا يجيب الامراض النفسيه. ما يعالج النفسيه عيال طلع كذا مع المطر، عرفت كذا على القزاز، واحلى الشاهي كذا. يوه والله العظيم. بس بقول لكم شيء، انا يا عيال والله الناس صار دراما، انا بحس الدراما، الناس صار دراما والله العظيم. شفت عيال شو اسمه هذا صار الوذعان يا عيال، راح سكن الجامعة، شفتوه راح سكن الجامعة تبكي، راح الجامعة قاعدة تبكي دموعها شلالات. لا حد يشوف، لا حد يشوفني، اروح الجامعة اضحك اقول الحمد لله افتكيت الحمد لله، اعدي من الجامعة وانا اضحك كذا والله العظيم، والله لا حد يشوفني وانا اشوف الجامعة اجلس اضحك استانس. هي تقول ذكريات، الله ذكريات ذكريات، وانا اقول الله ذكريات يا رب فك الله لي عيدها اذرفي. ما ادري كلنا عيال معاجة النفسية غير بثك وسلم، بس حيك 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 والله، انه ما يجيب لك مرض النفسية والاكتئاب الا بثي والله العظيم. كيف البودك؟ اوه وصلنا، لا 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 اسمه ذا، لحظة لحظة شباب لحظة، وصلني الحكم حق شو اسمه ذا انتصار، عندي بالثلاجة حطيتها، جاب لي طاسة عيال، انا ما كنت ادري انه فيها حلا، احس فيها عصيد، طلع فيها حلا عيال، بودنج، الله يسعدكم شكلها حطت رملة، مو بودنج، انا صدقوني حطة رمل، مو بودنج، اجيبها والله العظيم، شفناها، الحين بجيبها، وين شفتوها؟ صورت سنابي؟ صورت سنابي؟ اجيبها اجيبها عيال، بلاك بانثر موجود، جيبوا لي بلاك بانثر، لأنه هو اللي دعمني وخذت الحكم، أبي أكهره. صار هذا انتوا لا تشوفون والله العظيم طقوس هذا الحين بيني وبينك، كل واحد يتهاوش مع الثاني. لحظه لحظه اجيبه لا تكثر من اللي في السكر يا اخي، ايش اسوي انا ما اقدر امسك نفسي عند الحلا يا والله العظيم. ها جاهزين اجيبه يا عيال؟ لحظه اصبر مجدي يا حبك للاستعطاف انا قريت في خمس لحظات يا مرحبا يا قايد، تعبانين يا قايد، تعبانين تعبانين، حالتنا حالة. قل من الفيروسات هذه، من تغير الجو احنا مهلوكين والله يا عدي قايد. دقيقة دقيقة دقيقة، انا كل ما جبك اتذكرها هذه الاغنية والله العظيم. يا عدي ترى هذا وجه الطبيعي، عدي اللي تعبان والله انك تاكل عشان ما نموت، ما موت الحالي موت سوا. هذه احكام حبيبي جاك هنا قايد، اعطيه احكام اكل مو في الاكل، ابي امتن والله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، يلا بيطلع طعمه حلو يا بعد يا قايد، لو مو الحيل لك اكتب بيدي يعني يا رب قلبك. حصلت الفرح حقنا فا وينتر جاردن، خمخمت الحلويات كلها تكفون سامحوني، وابلع شوف ولقمتك اضافه من الشاشه الكبيره بعد، كل ما دخلت حساب لقمتك اضافه، عشان كذا اضافات كثرت عندك. اقول لك يسحبوني الرابع والله العظيم، يقول وخر الشاشه وانا ضيفوه ضيفوه. خلنا نجرب، بسم الله الرحمن الرحيم. الله يسعدك كثرتي والله فواكه، انت صارت براتك يعل قسم بالله، الشكل ما ادري الفواكه هذه برالة الذمه هذه ولا ما بجرب. انا اشوف ان جاني شيء قدامكم انا فوجيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، مع لحظه خلينا نشوف. بسم الله الرحمن، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، يا رب يا رب
يا رب انا كفايه اني انا مريض ما ابي امرض زياده يا رب. من فين ابدا؟ من فين ابدا ما ادري. حط نص كيلو شوكولاته ليش؟ والله العظيم اليوم السكر كذا يقول لي السكر دلعني يا برنس ما دلعني عرفتوا؟ مليان حلو مليان سكر كذا مسكت النوتيلا كذا مسك النوتيلا عيال كذا كثري له نوتيلا كثري له كثري له وين امك؟ ها؟ ما في مرعقة وين؟ لا بسم الله خلنا نجرب. يا رب انت ربي إبراهيم 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 إذا تشوف البث لازم تجرب عشان ما أروح فيها لحالي. إبراهيم إبراهيم لازم تجرب. والله جرب بعطيك ملعقة. تبي مع فراولة توت ولا إيش؟ هي حاطة نص كيلو فواكه هنا. جرب لا شكله يطمن صدقني الطعم الطعم رهيب. حط لك توت جرب عشان ها عطني رأيك. تمام اي مستشفى ممكن فيه؟ تخصصي حلو؟ الالماني ينفع. ايش في قريب؟ الالماني قريب. زين. الحبيب اي شيء. لا صدقوني حلو حلو يا سعود يا منور يا سعود. حلو حلو صدقوني يا عيال حلو. حلو. يا ربع شوفوا الحلا حلو. اذا انتم يعني حلو بقر شوف هو ايش الحلا ايش بو ايش بين حلا ايش بو الحلا الحلا حلو وقاعد اخلص الصحن قاعد اكله ترى شفتك من اول ما فتحت الحلا وفتحت بث عشان اخش اشوف وجهك اللي مسوي فيها تتغصب على الحلا. سارة انت طباخه ليش ما سويت الحلا انت يا سارة؟ انت ليش تغلط؟ اقول لك خاسي بس اقسم بالله انه احنا من وجهك يعني حاطه نص كيلو نوتيلا ليش؟ ما حطت ما في نوتيلا. ايش عرفك انت ايش عرفك يا اخي؟ والله نص كيلو نوتيلا كذا سويت بنوتيلا جق 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 كثري الشريف وانا امك كثري الشريف السم يا كثري كثري له بس حلو حلو. اقول انا اللي مسوي الحلو غصبا عنك حلو. انت اللي سويتيه؟ ايه ليه مو بعد؟ انت قاعد تدربين بناتك علي؟ عشان اموت انا؟ لا هو اساسي سمية احمد ربك انه سمية بجلالة أيوة. قدرها ايوه يا بلقيس لك حلا بعدين تعالي انتوا ناويين تخلصون الفواكه في الثلاجة؟ هذا من الكرم ايش عرفوا؟ هذا اول حاجة لانهم قالوا فواكه مع شوية بودق قالوا نيف تعبان قلت كثر له فواكه عشان يستصح لكن ما قلت عليك وعلى اللي يسوي فيك خير. لا حلو حلو شوفي انا بقول لكم شيء سارة وانتصار هو حلو هو حلو لما الواحد ياكل هو خلاص ما عاد عنده اكل عرفتي حلو الواحد عشان يقدر يعيش ما عنده مقومات العيش يقدر ياكل والله شوفي انا ما اكل والله حلو حتى ابراهيم الداعم الكبير مقومات العيش انا هذا لا حلو حلو بس جربت تسوي موالح يا سميه مدري شريفه سميه 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 ما جربت تسوي موالح حلويات حامضه شيء ليش ناوي تحكم يعني؟ لا يعني سوي حلويات حامضة جربي مو حلا اكل شوي لا الصدق الصدق والله حلو بس انا حطيته بالفريزر فانا قاعد اكل حجر الله يطول عمرك سمعنا والله بس ما سمعنا اللي بعدها اقول لك حلو والله الصدق اكون معاكم صادق حطيته بالفريزر انت احس ترى هو ينأكل والكيك اللي تحت يكون حار وانا اكل من فوق ولا ما ادري هذا دليل على جهلك ما تعرف البودينج وتقيم كمان البودينج انا اعرف كيكة البرتقال عرفتي لك العصرية ذيك اللي نسويها كثير عليك كيكة البرتقال كيكة البرتقال تجيك محروقة من تحت حرارة وتاكل شوكليت انا من السكر ودي اكل بدون السكر شو بدون سكر حسبي الله عليك يا ابن اكبر فوزتني عليهم لا تسوي الحلال اللي قاعد اكله مرة حلو
شفت الاشكال هذه؟ لا تطبخ توبة. لا لا شوفي شوفي شريفه سوي حلويات حامض وندعمكم مشروعك والله. سميه سميه اللي فوق انه يغلط على اكلك. انسى اسمي مره ثانيه. بلاك باثر يقول ارسل لي. ابشر ترى ما بقول لك قليل برسله لك اكلته كله. ابشر انت مين براتك عليه ليش؟ انا شكو انا حكم قلت لك طلعت سمه. انا راضي تجيبوا لي ذاك الاندومي اللي لونه اسود اللي محشور صويا يسبح صويا والله العظيم راضي. شوف اندومي يمكن انت يعجبك الاندومي عسل انت جوك مو جو حلا. الصدق انا فيني السكر ما اكل حلا كثير. اي خلاص هذا قسمه ما تاكل حلا كثير ونص الصحن ايش صار فيه؟ ما حد بيقول لك تراك حلا وتاكل حلا ما حد بيقوله. لا انا قاعد احامله اليوم. ايه طيب انا بوريكم تحدوني خليها حلا ياكل حلا. يلا ورينا. يلا غفله زياده دقيقه نغدا من الحين اصبري. انا شفناها ايش اسمها الاغنيه هذيك؟ وانت مثلك عمر احلى عمر اما نزوق في العشق. انت تقول اسجل صوت وانت تقول يطلع لك ايش اسمها عيال؟ قول اغا وانت هنا. ايوه دقيقه ايوه جايز حلاوه بقرات. حلاوه بقر يا جماعه حلاوه بقر قفل الجبل. ناروتو بيموت قهر عشان شعره اسود. والله اللي براسك علامه ناروتو. يلا صار عادي تحشي ولا اللي هنا صار عادي. من الصدمة ما حد كمل تربل. هذا لعبان هذا لعبان فاصل. التكبيس شر. سارة تعالي سارة تعالي. سارة يا اخي لا تقول سارة. سارة زهلي كمل عليها. خلاص شفتكم جابوك في اللقاء. الحمد لله اني ما قد طبخت لك في حياتي الحمد لله. كان فضحتك والله مسكين سلطان رايح جاي ومسوي اجابات دبلوماسيه يعني عرفتوا حركه اليد. لا 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 ترى في كلام مقطعاه سبيت بالنص. دمتي اسمعي لا يكون جابوا لك مشاهير صورهم اختار من الاول الثاني الثالث. يا رب اني حطيت. هو يبي لا يبي لا. يبي صورته تطلع يبي يتمن. لا ما قصرت فيني شاهد ليو حطيت دبلت امون عليه امون عليهم. يلا حطينا العيال جنب بعض. طيب انا والله ما عادي يمكن اسال. طيب حيك حيك انت اليوم الحق ها؟ يوم نزل حقنا. ليه؟ اروح لقاء فجاه يقول لي كم رصيدك في البنك؟ يا اهبل احنا نزل لقاء انا اليوم. اللي نزل لقاء؟ سارة سارة في واحدة جاب واحدة لابسة كاب بدري لابسة قبوع واحدة جم عصامت. كذا اسكت لا تحركي لا تحركي. سارة سهلي من الشخصيات اللي ممكن يكون قلبها على لسانها. هي انسانة امدحين 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 وراجع بيت امدحين امدحين تمام بضبطك. انا لو اجيب واحد من اخوياي ما بكلمهم ما بيسفلوني فيها تسفيل اعرفهم. طب هي قالت قالت عيب وميزه انا كيف اصدق فيها؟ بس انت انسان ما انت بعبيق انسان تافه صح ما تفهم الكلام. الله اه مشكله تحس اني جرحتني وانا اصلا ما اتفق معي. تبون نطق اذا شفناه؟ ايه بنطق كذا شفناك يا شيخ. انت نزل الجوال من يدك اللي ما في نت ماسكته كل ما شفناها. بالصور كذا الصور يا شباب فاض الجوال انا شايف عيال ماسك الجوال 24 ساعه. يا هاي انت صار نبغى سالفه اخوك تكفون جايز. اوكي هم قطعوها في المقابله عشان انا ما اكملها. ارجع اقولها لكم هنا من جدكم انتم تستهبلون. تكفى تكفى قولي قوليها. لا والله نيف لا الا الا نيف دبت اخوها من الدور الثالث. ايش دبت اخوها من الدور الثالث. ليش وهي ابتدائي كيف صمتي؟ ما كنت تعرف انه يموت ولا يحيى؟ لا قط مو بانسان سبع ارواح بيموت زح. بس الحمد لله بخير ترى عاش. تخيل الدور الثالث وبعد بخير. اي عاش وبدون كسر بدون رض بدون حاجه. ايش تلقيت عنده عيال كمان. انا لو نط مسافه مترين بس تكسرت قدني كذا كفايه انا مريض. يلا بقلوبكم يا داعمين انجوي.
لا حبيبي جولة واحدة لا سويت المعاضيط جولتي حكم الحكم هذا ما فيها بودك أنا أقول لك من الصدق شكرا مكبسين والله ما بداني ألاحظ المهم إيش السالفة ليش رميتي شوف الهجرة ما فيها هو كان يضربني دايم مع إنه أصغر مني يتعلم في الشارع ويجي يضربني أنا تمام يطبق عليك حركات جون سينا أيوة عليك نور يطبق عليه الحركات اللي يتعلم في الشارع وأنا إيش أنا مسكينة ما أقدر أدافع عن نفسي لأنه هو ولد وأنا بنت فلقيت علي فرصه هذاك اليوم انه هو كان في الشباك والشباك حقنا بنشرب ايش سويت دخلت المجلس ما شافني كان يكلم صديقه من الشباك جيت اللي عنده دفيته يوم دفيته ما جاء طالعته طاح ولا ما طاح وين الملتقى ده اخوي حي لا تخيل كذا طايح اخوها والله العظيم تخيل كذا طايح الحمد لله ما فيني شيء بس طلعت الدور الثاني طيبه خايف كانت صديقي كان مسوي كذا تحت الشباك يسوي كذا استناني والله العظيم كثير تاريخ فعاليات ذكريات انا عندي بعد عندي انا اخوي لحقني بسكين بالحاره طول عمرك بسكين لحقني نيف تدري انه ما درى عن السالفه هذه انه انا اللي ذبيته من الشباك الين صار عنده بنت وولد شلون يعني بعد ما كبر وصار عنده عيال دار انه انا اللي ذبيته مسكين ما مدى حتى التفت دف بحقد هذه ما شاف انه ولا يدري يحس انه يقول لي دفني جني فقد الذاكره شكله ولا شيء ما شافني انت حياتك من انت صغيره وانت متعوده تفاجئين الناس بعد سنين زين لا انا صدق بغيت اذبح اخوي كمل الدبل يعني كمل الدبل انا بغيت اذبح اخوي بحاجه واحده والله صدق احنا كنا نلعب بيت جدتي بيت جدتي براط فحطينا فرش عرفتي ذيك الحمراء القديمه حقت القديمه طيبين ايوه حطيتها فوق بعض احنا اللي نسوي حركات مصارعة ذي وطيح بعض على الفرش تمام حلو انا وديتها فوق واختلفت علي الوزنية يوم شقلبتها وين طاح طاح على البلاط يا عيال مين اقول لكم ما اشوفه الا كذا يصير عرفتوا هذا اللي ايوه اللي انقطع النفس معه اللي جي صارت فيني من سمية اخوي تكلم هو تكلم ارحم لوالديك تكلم طاح تكلم طاح يا ولد اصحى يا ولد موت بس مو انا السبب والله ايوه تكفى لا تفتح بهذه الطريقه يعني والله يا عيال مو انا السبب ترى صارت معي هرجه من فوق الجدران كنا زمان نلعب فوق الجدران ايوه حق البيوت طحت من فوق واحد من الجدران دفني والد خالتي الله يذكره بالخير عارف كله دف دفني وطحت على صدري انكتمت وما قدرت اتنفس شافوني طايحه كذا على الارض راحوا عيال خلاني وعيال خالاتي البنات والاولاد كلهم سابوني تخيل راحوا كلهم رجعوا بيوتهم يحسبوني ما مات يحسبوني مت بس ما يبوني كنت سيرتهم بالموضوع يا ويلي كل واحد جحل عشان ما يتحمل المسؤوليه هذا شكل واحد تعبان يحسبونها بتموت يحسبونها بتموت ما راحوا يساعدونها ما حد تخيل حركني من مكاني انا قعدت مكتومه في التراب تحت في الارض مكتومه دفنتي دفن انت قمت رجعت البيت كله تراب لا وانت يا ساره ما صار الكونكشن هذا انا اتمنى اني ما عشان ما يصير فيه مصايب انا على اكبر ما انت اخبر مطلبك ما ادري بالسناب اول الجولة يا جماعة الجولة بدت الله ياخذك سببت لي رعب اسكت ما راح اقول السالفة بس سببت لي رعب الله ياخذك اسمع انا من النظام اللي ما توتر لحالي اوتر الجميع يا عيال والله سويت شيء يا عيال وترتني اقسم بالله بس ما اقدر اقوله ما جيت اللي عندي انا حتى انا ترى انا شغال دخلني ثلاث ايام انا شريط حياتي قاعد يجيني كذا انا كنت معاها في نفس تخيل الثلاث الايام هذه انا كنت معاها موجوده كل يوم مع بعض انا وياها اللي طلع من المستشفى اللي انت ما خلاص ما شاء الله اسرارك تعرف مسكينه اسراري تقول لا 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 انا ما قلت شيء قلت انا كنت معاك يلا جورجس دلعني يا باشا دلعني قول يلا قول فضايح يلا مين جورجس هلكني يعرف عنك فضايحك كلها انت اهبل تخلي فضايحك عند الناس زي ما هو ينزلني ايش يقول ويرسل لي بالخاص يقول شكلك زعلان مني وقاعد يفضحني سبسبوني والله العظيم هلكني يا رب علي يفوزون الحكم ان شاء الله اندومي لا قول وش حكمك
احنا دوبنا فاتحين لايف ودخلنا على لا لا ما يحكم عليه لان عندي حصانه منه وانا موجوده الحين خلاص صار موجوده عندها حصانه مو على كيفك حصانه فالكون هناك هنا مو بهذا البث فالكون يا فالكون شخص انا دعم وهمي ابي ترند بطريقه عرفتي ما في في حصانه وما نفذت حكمي وذاك اليوم انت راشد زحفت علي فبالذات تسحب على ستيكتي انت صار معك خل اختي انت زعل الجوله دقيقه اخوك تضيق معليش يا رب وش عندكم فعاليات الشتاء ان شاء الله كل حاجه حلوه بسوي كاشته بالبيت يا جاك وشكرا تستهين فينا نيف ترى كاشته صدق كاشته صدقيه كاشتك شتون فيلم قلط لا ما راح نعلم اللوكيشن ما راح نعلم لا امانه اللوكيشن زحمه بتصير كاشته هنا في البيت عندنا وينترلاند بهذه الغرفه علميهم علميهم وش راح تسوي بالدور الثاني معليش معليش كشتات العيال تفوز على كشتات البنات اوريك شيء شوف 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 كيف شوف لحظه خلنا نوريك الكشتة الصح على صورها شوف الترتيب الصح شوف شوف هذا انت اي هذا انا انا كشت الحالي انت الحالك في كشتة مين يصورك والله ابو فانوس مع الشباب اكيد ما راح اكشت لحالي في البر سؤال غبي يعني حبيت حلو صح هذه بس 20 دقيقة تنشال مو مزمنة والله حسبت اني غلطت شوي خليها لا, لا تشوفون المتابعين بسم الله على قلبك اوه عزاء تعطيهم الجو يا نيف تعطيهم كذا اللي انا تعب ما اختفي شوي كذا وقول انا اختفيت عشان يتعبان عشان ينزلونه انا ما ادري انا اتعب من المرض اللي فيني ولا اتعب من شعره ولا اتعب من مين يا عيال تعبت انا نفسيا تعب من حب شعر انت تقول شعري لا والله حلو لا والله حلو ذكرتني بواحد اسمه فهود استوى الصبغ عجبك ما عجبك ما دخل حي عينك كفو باقي 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 بسوي له رونساج ردودي ردودي قدام المرايه ايش فيك؟ شوف انت شايف المقطع يا الله ضحكت الله يردكم اسمعوا خلاص ما نقدر نحكم على بعض فنشوفوا بنلعب جوله واحده اخير هذا جوله من حكم جوله واحده حكم واحده جاي شيراتكم شيراتكم حكم اوكي تمام؟ عطي ميوت لا نسالف ميوت ميوت كلك حتى انا بعطيك ميوت ها ميوت لكل جبهتك يلا اي ميوت بغير صفصي يلا فوزوا يلا فوزوا شباب لا يا شباب كبسوا كبسوا يا جماعه كبسوا سير يا جماعه شيراتكم يا شباب هذه جوله واحده شباب هذه جوله واحده الله يرحم لوالديكم هذه جوله من حكم شباب يلا تكفون شباب جوله الحكم دي جوله الحكم يا رجال يا نكون ولا ما نكون انا تعبان مريض يا اخواني الحقوني انا تعبان ما خلاص لازم افوز لا امزح معكم عادي مو هذه الدرجه استعطاف حتى انا تعبان بفوز حتى انا تعبان بفوز يا شباب حتى انا تعبان بفوز معدبه معدبه قبسوا شباب قبسوا يا شباب قبسوا يا شباب قبسوا يا شباب شباب تكبيس تكبيس معدبه معدبه قلت لهم بعد لا يروحون لا يروحون يا رجال ارحب بالمشاوير ارحب ارحب كمل شباب تلبي شباب شباب تلبي يا شباب خمس على الجبل خمس على الجبل يا رجال جبل يا تربل المعلق ياسر ياسر المعلق ياسر المعلق يا عيال حلويات بدر يا عيال ما بدي شيء يا عيال معلق حاولوا فوز ما نقدر يا طلعت ما عليك ولا مو طيبه يا عيال بس عجل يا عيال يا عيال حاولوا يا عيال حلوة فقر حلوة فقر معلقة جولة معلقة لازم كل واحد حلاوة شخص مختلف كل واحد حلاوة يا رجال يا عيال كل واحد حلاوة ما بقى شيء ما بقى شيء بنتين ثلاث بنتين يا هدف بقى هدف بقى الهدف انا لو اديك انت قد اكبر حلوة فقر هذه والله انا لو اديك اصلا فقر انا يا عيال جولة واحدة يا رجال يا عيال يا عيال لا يوجد العاب جولة واحدة يا حكم يا علي جولة واحدة حكم لا يروح الجولة يا رجال يلا يا رجال يلا يا عيال يلا يا عيال شير 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 بشير شير شير يا عيال شير شير يا رجال شير شير يا عيال شير يا ربع شير شير يا شير شير يا شير
يا عيال شير يا عيال شير يا عيال تكبيس بكوس يلا يا عيال الجولة يا عيال الجولة الجولة يا عيال الجولة الجولة يا عيال والله نقدر والله نقدر والله نقدر والله نقدر يا يلا هذه جولة واحدة جهز نفسك ها جهز نفسك يلا يلا جهز نفسك انت يلا انت انت يلا 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 والله جولة واحدة يا يا والله عجب الله يسعدكم الله يسعدكم يا بعدي والله الله يسعدكم شكرا 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 زي تطبيق جم بيض الله وجهكم الله يسعدكم جميع وبيض الله وجهكم الله يسعدكم الله يسعدكم والله العظيم ما قصرتوا كلكم انا بعد احب هذا زاد لا تاكل لا تاكل الله ياكل ثلاث الفواكه ها ها ناخذ حق سميه منك اول حصان لا 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 وربك يا نيف لو ما يرجع القدر يا ويلك وربك لو سويته حلا زي الناس راح يرجع عادي عادي طب خلاص شوف في الحلا عادي حطه كذا لاي احد ورجع غسل القدر ورجعه والله انه حلو غصب عنك المهم حلو الحلا ما قلت شيء طيب خلي جيب لا ما شطة تمضمض فيها المضمض. طيب اوكي انت صار لا 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 اسمع بقول لك شيء بقول لك شيء لا تترجاني مو حظر اسمع لا تترجاني اصبر اسمع كلام صديقي لا لا انت اسمع كلام قول لكم اربع اسمعوني ايش كان سبلة لا شريفة اسمع ايش سوى شريفة انا خفت شوفوا دام شوفوا دام الجولة قوية والأحكام قوية نخليها جولتين وعلى الله يلا لا 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 خايفة طيب ليش عادي على الصدام والله اي بموت او ماي جاش اسمع الحكمة الاولى مضمضة ثلاث دقائق الحكمة الثانية تصبغ شعرك زي شريفة الحكمة الثالثة لا هذا مو بحكمة صبغتها حلوة البنت عنده سيارة عند تكفين خلينا نسم اربع كفرات الاحكام القويه هذه تكفين لا تقول لي اني ارحم لوالدك تكفين لا ما تنسم الكفر افقع الكفر كذا لا مو اسم الكفر صبغه يعني ما اقدر ما لي شغلات هذا بلا جغل رسميه هذا بنختار اربع تيشرتات من دولابي قدام عيننا بس انا بقول شيء الحصان اول شيء كانت في حساب ساره مو في حسابك انت صار ما لك شغل خلاص وافقت عليها الحصان كانت في حسابك يا ساره ايش دخلت صار وافقت صار خلاص وافقت انت بس الحصان بحسابه مشيت الموضوع لان السكور ما كان يسوى زي انت وافق نادي جاكو نادي جاكو خلي يتفاهم مع هذا نفذ احكام والله نفذ يعني الحصان يعني انتصار بالمنطق يعني كانت الحساب مالي شغل ما يخصني ولا طيب اوكي انت مين كذا ده موضوع في لبس نلعب جولتين يلا على الله ها نيف قم نفذ انا بنفذ بس حصان كانت حساب صار والله العظيم الله ما يخصني طيب غير كذا حصانة البيتزا سؤال عطنا حكمك حق الجولتين الأولى بننفذها حنا أوكي عطنا الحين حكام وبتنفذها وانتهينا بس كذا خلاص تم يلا يلا تم الحكم الأول قلت لي شطة صح؟ أنت الشطة تتمضين فيها أربع دقايق أذكراتك كانت ضعيفة اللي راح أنا سوي لا صاحبة البث ما لي شغل مالك شغل أنا صاحبة البث أنا وكيل لا لا أنت سابني أنا حسابت انتصار أنت نيف 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 مالك شغل تنفذ الحكم وبس على كيفك يا تاجر أصانة وقلت ما تراجعت عنها خلاص أصح ننفذ الحكم على كيفك تراجع حصاناتي أربعة نبغى ننفذ الحكم أقول أيوه أنت أربعة أنا واحد زنبة الحكم الثاني حد مو على العدد والله العظيم بجيب أخوياي اي واحد ينفذ انا اذا في اخوياك عادي اي واحد ينفذها بس لا ما دخل انا صاحبه البث هل انا قد حكمتك يا سميه ولا شريفه اي
متى؟ والبودنج اللي جايك حكم على شري سمية. هذا الحكم علي أنا، أنا الحكم علي. هم راح ينفذ. أقول خسي بس أبلع. والله ينفذ، والله العظيم ينفذ عشان ميسي لبسه هذا. نلعب جولتين وعلى الله يلا عشان ميسي لبس. ولا أحكام أنفذها. كذاب عشان عندك بلاك بانثر. والله. طيب. طيب دقيقة لحظة بقول شيء والله العظيم مشكلة ألعب معك جولة وجولتين ثلاث وأربع. أيوة. بس دامنا اتفقنا من البداية أنها تكون جولة واحدة بحكم نقوم ننفذ ونرجع نلعب مرة ثانية. خلاص نفذ حكمي. طيب يلا ونفذك. يلا خلاص جيب الشطة بعطيك ثاني ثاني ما عادي من حكم مسكين بلاك بانثر ما قدر ما أدري هو بيدعم ما بيدعم مسكين جالس يطالع يتفرج. لا أنا كيف تسوي بلاك بانثر ما يجلس إلا يدعم. يلا 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 قوم نفذ جيب الشطة قديمة. ها ثلاث احكام. طيب ثلاث احكام. انا ما اقدر ما اقدر على الحكم الاول ما عندي مشكله. طيب ايش الحكم الاول؟ انا ابي ثلاث احكام. خليني نفذ. يلا اعطيه الحكم الاول الثاني. اوكي الاول شطه الثاني. الحكم الثاني قلت لك تصبغ شعرك. لا صبغه وين انتصار بعقلك وين احنا شطه. اعطيني احكام نفذها. يا سكب صبغ شعر معجون اسنان على راسك كامل. طيب تمام الحكم الثالث. الحكم الثالث ايش؟ اصا دخلت الدماغ دخلت الاذن فنجان. اسمع تطلع الشارع ايه توقف سياره خمسه اشخاص. خمسه اشخاص ابغاك تقول لهم انا مشهوره بوقع لكم. خمسه اشخاص من فين اجيب لك؟ خمسه اشخاص دورهم في الشارع خاصة بجيب معجون. بنستخدم معجون. تحطي لما ينف شعرك كامل معجون وجهي شكو شعرك. انا ما قلت لك وجهك قلت لك شعرك عشان تشيل الحراره. صار احكام يعني ترى سكور لك 80000 60000 صار. انا بعطيك ثلاث احكام في شطه غير الشطه والله. انا عادي انا نفذت الحكم ده. سكورنا اعلى من سكور بكثير. ايش بك سلامات كنكم المصاري يجون عند المرجيحات. احنا فكك عليك نفذ. طيب عادي بنفذ المعجون مو مشكله. الشطه اجيب الشطه يا عيال. اوه نيف لا تتلكع. كم دقيقه؟ ثلاثه دقائق. تم بجيب الشطه. يلا جيب الشطه ونلعب جوله واحده تكون الجوله هذه واحده. تمام خلاص بقوم اجيب الشطه. يلا جيبها جيب شطتنا احنا. يلا لا ترى ايش الشطه. بجيب الشطه عادي. ايش ذا السروال عشان كذا ما يبغى يقوم. سروال شين سروال كروهات غرامك شيء عجيب وطبعك ما الله يعزكم يا بيبي يا والله زمها نفذ الاحكام. والله بروح بيتنا باخذ لي نعم برجع البيت انام. مش عافيه. نايس تو ميت يو. نايس تو ميت يو تو. لقاءنا ان شاء الله. اشوف الكاشته بكره. ها شوفي انت عاد احكم انت لا قمتي دقي حدك وانت شوفي احكام ولا شيء خليه مجازك. الو ايوه صح صح. عصير فراوله ما يمشي نظام عندي. عصير توت ما يمشي. شطه تمام. حطيت فيها ماي؟ والله العظيم ما حطيت شيء. انت جايب سيارتك انت سوقي انت. يلا جيب الشطه قدامنا علبه زي كذا حقيقيه. اصا طيب انت نفذ الحين. يا علي عاد بحطها فم عادي اقدر. وريني حطها دقيقة. ترى منك شيء يا جميل. طرق طرق كذا تنفذ طرق. سحر قوة الله. نفذوا اثنينكم. قوة الله بالله. يلا لا تشربين لحد ما يشربوه. اشوف فنجان اشوف فنجان. حط شوي حط شوي. مالك شغل على قد انت بتنفذين انت بتنفذين. اشرب. نيف لا مالك شغل احنا ننفذ. انت نفذي براتك شكو. خلاص لا والله ما نفذ انت صار تنفذ. اقسم بالله مو على كلامك امك تنفذ. يا جد اشرب وانت ساكت. في احد معك؟ لا مالي دخل. امك تنفذ انا انفذ. هذا الاحكام شكو. ماما ما تقدر. ماما فم ما يتحسس. دقيقه وانا فمي نيف. انت فمك تتلكع بعلان خيرك. انا ما اتلكع شكو بناتك اعطيهم حكم. اهم شيء تنفذ الحكم. يلا انا هي مسوي عمليه. ايه يلا جيب خلاص بناتكم ينفذون. سارة سهل تنفذ. سارة سهل راحت. يلا اللي سويت بدك تشرب. اللي سويت بدك تشرب. خسي انا معي قولون ما اقدر اشرب. انت دقيقة انت سويت عملية في فمك.
عشان اعرف. انا ما اقدر اكل شيء حار، اتحسس. انا في فتره تشافي، انا انسان الان في فتره التشافي، فتره التشافي هذه في اي وقت انتكس، فسيب غباء كذا. عادي شطه عيال، والله شطه عادي سهله. شوها زيد 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 يا ما قاعد ينقط نقط الفم. ووه تعالوا ريني. لا يا يلا صوب. ثلاث دقايق. انجز حسمك. اوكي اي جولة واحدة عادي. اي جولة واحدة. ما فهمنا. جولة واحدة بس. يا عجل ولا تروح يا عجل ولا تروح يا شدة يا عجل 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 يا لا وقف التخبيص جملة واحدة يا زاد. ويلكم باك ويلكم باك إس إيه. جملة واحدة. اس شكرا 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 لكم شكرا لكم مكبسين جعلتها الله يبيض وجهكم الله يبيض وجهكم تجلسين زين دخلي كيما خشينا اسلم نيف سمعنا تعال يا سمية اللي ورا ايوه وش تبغى
تعالي. طب اسمع الا اذا يبي يحكم. ايوه الانيق حب كبير لك يا بعدي، ما بعدك انا اقف في البرنامج، انيق واحد في البرنامج يا رب قلبك. الله يسعدك يا بعدي يا الانيق، اناقتك في رف العالي، اناقتك ما لها حدود. تعالي يا سمية الحكم الاول. ابي سمية انا بلاك بانتر. ايش تبى خشمة الحكم؟ ابيك تجيبين معجون اسنان. طيب وتحطينه في كذا، تسوين كذا 3 دقائق كذا. الحكم الثاني الشريفة. أبيك واحدة واحدة واحدة. أصبر. أنا كي من فيكم بضحي؟ أعطي جو. نختار اللي يبي. أعطي جو. الحكم الثاني يا شريفة. حبتين فلفل تمضغين 3 دقائق. ما عندنا. عندنا فلفل رومي عادي. لا. ما عندنا فلفل حار. ما عندنا فلفل. أوكي ما نت بروبلم. بعدين ما اجي احكام على قد السكور يا نيف عشان ما اسرع عليك. الحكم الثالث انتصار. كمامه شريفه. شريفه سمية انتصار. اكل الثالث عندك. عندي حساسيه. لحظه دقيقه. دقيقه. هذه احكامك الحين على سكور زي كذا 11000. والله انا شوف 400000. ما يخصني. ما اجي. لا معجون اسنان لا احكم والله اني اكل. لا ما انا اقول لك هي تعلك ماجي على سكور زي كذا. لا طيب اوكي يا اعطينا احكام على قد ايش. داعمينك عندك كله كان عندك، ليش ما دعم؟ طيب خصك. اه على اساس سكور كان عالي، كان سكورك 60000. 60000 ولا 11. اوكي صح خلاص احكام قد ايش كم مشكله. الحكم الثالث دقيقتين ونص يا انتصار. اجيبين كمامه جواتها بصله تحطينه كذا. ما عندك كمامه؟ طيب الغي حكم النماد. خيش خرقه اي شيء. ما عندي كمامه بس. اوكي بصل اكتمها. وسميه وشريفه ايش؟ مين الحكم كان قوي على مين عشان اغيره؟ ماجي. لا طيب نشيل الماجي. نبيك يا اختي تجيبين مخده زي كذا، مخده تشوفين نفس هذه. طحين 3 مرات دف على وجهك 3 مرات دف كذا عادي. أنا ما عندي مشكلته. 3 مرات طحين؟ إيه. تعبين المخدة. إذا لا أقولك مرة ثانية. أنانيق يا بعدي بضبطك أنانيق. أصبر بس أصبر. كلنا ندري إنك داخل على ألعاب بالجوال. ما حد أرسل. ندري. بس أحلى صراحة حبيت الحلا والله. حبيته. والله نيف قول الصدق قول الصدق. عجبني. والله حلو. والله أقسم بالله العظيم وبدون مجاملة. والله انه حلو في شهد التاريخ. إيه بس الفواكه عشان الحلا هذا حلو. عارف ليش؟ لانه اصلا الحلا مو زايد فيه ترى على فكره. طبخ بحب خسي. طبخ بكره نسيت. سلطان. ايش اسمه ايش اسمه الحلا؟ اسمه بودينج. تعلم بودينج. بودينج ترى عندي اكسنت ثاني. اشوف المخال. عبي 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 اشوف. ممكن اصبر والله كنبي لو لا ما خسرنا يا جماعه. ايش دعوه والله الكنب اقسم بالله. اشوف بس بس ترى نعم. اسمع من اللي فيكم اوكي امسكي. اسمعي 1 2 3 على وجهك. تم الله من زمان ودي العب فيه. الله لا يحيي عدوك. 1 2 3 مو على وجهك كذا تمام؟ إذا قلت ذا هذا تمام؟ مو شيء موجه. يلا جاهزين؟ يلا 1 2 3 باقي الثانية والثالثة باقي. تعال تعال 1 يلا. لا 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 أشوفك أشوفك. انكتمت الله يحييك. انكتمت ما عاد تشوف. يا مسلم. آخ يا بطل. طاحت مرتين الله يحيي عدوك. تتنفس نفس أبيض تقول لك. صوفيا معجنات وخلص. امسك راسها كذا. لا الحمد.
يا روحي يا شريفة تعالني في عالصدام اقسم بالله هذا الجو لا خلاص مستواكم بيض ما اقدر مستواك انت يجيب المرض لا يلا باي يلا اشت المستوى يلا خايف والله العظيم اشت المستوى بعد خليني اكل وقوة عين اكل من البندق اللي سويته يا عم ما في سكر ترى ما في طعم سكر كثير والله يا عطر السكر قليل فيه ايش فيكم انتم مو ترى مو واجد والله كم وصلنا نظافة لحظة اول مرة في حياتي افتح بث وما انتبه للاضافات يا رب قلوبكم 74000 نوصل 80000 يا رجال نوصل 80000 اليوم ندخل 8000 عين ندخلها ما في مشكلة بسم الله الرحمن الرحيم خلينا نشوف التوب من تبغى؟ إيش دعوة ما كان حر؟ لا بالعكس لا والله ما كان حر لا ما كان حر مير نبي عيال جمال تمام ندخل مع جمال ليش لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم قولوا الجمال نفي بكلام الآن والله شبطني طلع صوتي سكر من البودنك هذا خل اشوف وينك يا جمال شيل الربع شيل سمنت انا ما سمنت جمال السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اخوي جمال صالح لو تفرغت يعني بس يعني 4 ساعات اذا ممكن عيوني لك بس انت بس ابي 4 ساعات يفضل يعني اذا عندك مانع يعني عيوني لك يا سيد ترى الاسلوب هذا بس يجي في الاتصال يعني بس بالقصة راح يتغير يلا بس خلنا نخلص مع مين زياد علي تدخل معنا الله يكون بعونك الله يكون بعونك مع السلامة يلا طنق احمر يلا اوريكم شيء يا شباب لحظه يا عيال شفت اغرب شيء في الحياه والله العظيم لحظه اوريكم تبي تشوفون اغرب اعلان اوريكم يا عيال اغرب اعلان في الحياه لحظه حلو جو الفكره حلو زين يا عم لا شوف والله حلو بالعكس بس انا دائما احب مع اخويا طقطق يعني ما احب جامد والله انا قلت جامد الاعلان والله ما قلت شيء بالعكس لا والله جامد صدق حلو واستعذكم بالله يا عيال تبون تضحكون تبون تضحكون سؤال لا تشوف الكومنتات على السناب اللي نزلتها اوريكم السناب اللي نزلتها انا والاجنبي اللي ما في بيننا فرق الفرق الوحيد بس عيال جاكيت الفرق الوحيد تبون تضحكون طيب لحظه بسم الله الرحمن الرحيم يا ربي انا والله ما عاد فيني خاطر صدق بس يلا راح يكون هرس راح يكون ضرب خاطر هرس ولعن وشطف وتسويق وكل شيء جاهزين بسم الله الرحمن الرحيم طيب اللي هو هذا المقطع لحظه اصبروا لي كمان
بس احنا رحيم نشوف الكومنتات. واحد كاتب الدنيا كلها اختلافات حبيبي. دقيقة اصبر خلنا نشوف. نشوف. انا ما اشوف فرق صراحة. 50,000 اختلاف. طيب نشوف. لحظة. عندك اللحية وهو لا. لا لا ما يمشي معها النظام. نروح نروح حقين التويتر. حقين التويتر هم اللي يستلمون صح. لحظة. خلنا نشوف حقين جورج ستول الفاضيين ذا شو منزلين عني. بشوف. الفاضيين ما عندهم حياة. خلنا نشوف. لحظة. وين الجرجس؟ بعدين يا شباب. صوتوا لسبايك وابو ربيع يا عيال عشان يفوزون. نزلت بالسناب التفاصيل تمام. ايوه هذا هم. يقول خلنا نشوف هو يخاطب مين عشان نعرف الرد عليه. خايس الذبه ذي. خلنا نشوف. مستحيل احترم شخص يخلي من نفسه يضحك من اجل المشاهدات. انا باحترامه تكفون. انا اتنفس احترامه. ارحم لي والديك. انا ناقص احترامه. ما اقدر. انا باحترام مني عيال ارحم لي. وانا ما عاد اقدر اعيش الا باحترامه. ما حدر عنك. احترامك هذا كذا تسوي فيه كذا تلف تلف. احترامك هذا تلف 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 وتعلقه هنا. تشوف عرفتوا. والله العظيم خلنا نشوف ايش بعد ينزلون. ما اقدر اروح احترامه. ما اقدر احترامه. بسم الله الرحمن الرحيم. اشوف. خلنا نشوف الكومنتات. اي واحد فيهم نيف. هذا درجة اولى. اخ الله يهدي. اثبت لنا فعلا لازم نروح للاجنبي. دقيقة. إذا هذا ولد ديرت أكيد بتركه. هذه واضح إنه من الديرة فراح تبلع بلوك. هو واقف معانا ولا ضدنا؟ دقيقة اصبروا خلنا نشوف. بسم الله. شكل اللي يبغاها سحبت عليه. ما في. طيب بنشوف دقيقة لحظة. في واحدة كاتبة يعني مبسوطة انها قاعدة تمسخر عمرك. اسمها امل بنت خالد. يعني كاتبة في البايو رفعتني عزة النفس لي حد الغرور. الله يجعلك ان شاء الله. انا ما ادري وين ايلون ماسك عنك عشان يسكر حسابك ويسكر فمك بعد. والله العظيم لا تتجاهل رسائل الله لك ولا تطنش صوتك الداخلي. لو تعرف ربك ما كتبت هالكومنت. الله لي يوفقك. خلنا نشوف. أشوف إيش كاتبة. أبى أشوف إيش حساب هذه. قاعد أفرفر حسابها. لحظة بشوف. خلاص كل شيء تنزلينه وسود. والله ما حد درى عنك الشخصية القوية. هلكتينا. ركزوا لي على سيارات أبو يمن المقربعة. تراها تبدل دابلتين تسبدي. والله إنه ما أشرف منكم من أشكالك يا المروحة. حقيرة والله العظيم حقيرة. شفت العينات هذه؟ أتحدى من أمها تحط وجهها عرض. دام العينات هذه تسب من وراء الشاشة. لكن لما تجي للواقع تحصلها واحدة ما عندها شخصية. تافلين عليها. داعسين عليها بالجزمة. إنسان مسخرة والله العظيم. طقطقة الجلسة يسمونها. ما عندها شيء. عشان تعرفون العقلية المعفنة. العقلية يعني هذه والله العظيم. يا أمال بنت خالد الله يعوض أبوك خالد عليك والله العظيم. فأنا أشوف دائما زي كذا. طيب خلنا نشوف الذبات. كيف تبغاها تتقبلك وهذا ضحكتك. الصدق بديت أفكر يعني. المفروض تصدر فتوى بتحريم عشق الفتاة السعودية لغير الشاب السعودي والعكس غير صحيح. والله ما فهمت ايش تكتب بس كلامك يعني شكله يعني مثقف انت فما راح اتكلم عليك.
انا اتزوج اي ولد من الديره، انت زين بيجيك عريس من برا اول شيء، ما بيجيك الا ذاك الدتسن، ذاك الحاضر اللي مليان علف وبرسيم وغنم، وبيجيك حط شماغ وسروال مصفر وبياخذك غصبا عنك. خلنا نشوف، خلنا نشوف الدم. ما في فرق بس انتم تحبون دقيقه اصبر دقيقه خلنا نشوف ايش بعد كاتبين. يزن ذبات حقين التيك توك، والله العظيم يا زين ذبات حقين التيك توك، هنا دمهم ثقيل. الواحد ما يسحبون دم، يسحبون اسفلت. الاسفلت هذا اغلى ماده من انواع النفط، اثقل ماده، مو اغلى، يخسون، اثقل ماده يا عيال، والله العظيم تسحبون منهم كذا اسفلت، اثقل ماده يا عيال تطلع منهم. يا زين التيك توك والله العظيم كل واحد روح حلوه، كل واحد يذب والواحد استانس، والله العظيم جمال يبيك. دقيقه خلنا ندق عليه لحظه، عندك على الجمال. بسم الله. ها جمال سويت لك فولو، سوي لي لايك. يلا عطني عطني اليوزر، عطني اليوزر. جي اي جي اي ام اي ام اي يلا ابلع الدعوه. هلا 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 يا مر يا مر جمال شلونك؟ شلونك يا قلبي؟ الحمد لله كيفك؟ اسود لابس اسود الليله. مارتي مارتي لا تشوف شفت كم طقمين مع بعض يجننون. اسمع جمال، هاي روحي كيفك؟ شخبارك؟ منور البرنامج. شلونك؟ نورك يا عمري. شفت كيف الناس طيبين هنا؟ اي والله مثلك شرواك. شلونك انت وشرواك؟ يا بعد روحي بدينا نفاق مشاهير من الحين والله. لا لا احنا انا صراحه ما ننافق والله. الطالب هانجر ستيشن ما عاد يحطوني معه. ليه؟ عشان ما تخسر؟ لا حط بيتزا لحط. بيتزا طويله ما بقى شيء ما شاء الله. ما انت حق اكل، انت اكتشفت انك لازم ياكلونك. انا اكتشفت شيء. يا عيال قسم بالله هذا الانسان بالواقع هادي 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 يا الربع زين تطلع. لا طيب يا اخي، لا لا يمكن نيف عشان انت كنت معي هادي. خلينا نقول شغله، انا ترى اللي يكون معي هادي ورسمي اكون معه هادي ورسمي. حرام عليك، انا متى اكون معك يا اخي؟ انا يوم شفتك يا اخي انت هادي. هذا جمال مستحيل شويه هادي اليوم، لكم عليكم معصب بلا يفصل علي بقص جدي ولا في شيء. لا 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 عفو عليك، عفو عليك بس يعني شو الاخبار؟ والله يوفقك يا رب، مسلسلك ان شاء الله يفوزون بكره باذن الله. بكره هو والجو يا رابط ولا ايش؟ الترشيح اتوقع في ديسمبر والحفله في يناير شهر واحد. ما تستاهل تستاهل، اذا تبي احد يشيل الجائزه عاد انا موجود. اي خلاص انت روح بدالي. جيبوه والله ما تشوفه. خلاص انت تروح والله ما تشوفه. انت روح بدالي خلاص. انت راف ما ادري مين دقي الباب حق البيت. انت افتح الباب. انت تروح بدالي خلاص. طيب يا رب كويس عادي عادي ما عندي مشكله. مشغول مشغول صح؟ شوي يا حبيبي جمال. شو الاخبار؟ والله تمام. نلعب جولات؟ يلا خلينا نلعب. احكام احكام جمال. تبي رباعي ولا بس وياك؟ لا انا وياك خلي الليله تخرب. ننفذ احكام؟ والله ننفذ احكام جمال، ترى ما فيك يمين الليله. تاكل فلفل؟ اكل ابو الفلفل يسموني نيف فليفله. ها وانت؟ لا مو فليفله، ابغى فلفل. اعرفني زين. ايه ايه اكل. وانت؟ اكل. تاكل ماجي؟ تاكل هالسوالف؟ كل شيء اكله. اي شيء اي شيء. تفضل. يلا تفضل. تفضل. جولتين ولا جوله؟ جولتين ولا جوله؟ تكبس يا الربع نتفضل. يفضل يفضل لنا 10 جولات. يفضل جولتين ونشوف نقرر اذا نسرح راح افوز. راح افوز انت. انا عندي يا هلا يا هلا يا الربع تكبيس ممكن؟ ليش ما ليش ما ليش ما قبل؟ الحين بقبل. ايش فيك مستعجل على احكامك؟ بقبل الحين. حسيت انك خايف لي وهله. ليه؟ والله مو خايف. مو اكل شكله عادي خرافتك. يا على الوزعه. جمال الوزعه. اضاءة بنفسجية اجواء ريلاكس هذا بيمشي عندي، انا هنا اضرب وامشي، اعطيك من الاخر. روق. استديوهات التصوير هذه مو عندي. قلنا ما شاء الله موديل وحركات في التيك توك تسوي لك كذا حركات شعر تحط كريم. ما حطيت شعر كريم ولا حطيت اي ولا حاجة. هذه مقاطع انا لو اسوي زيك ما تجيب لكات. ليش ما ادري عشان وجهي. يا عيال يكشخون كذا عرفتوا؟ اقسم السجل مكرم فيس ان السمر وانا ما حد. دقيقه لا 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 دقيقه، المشكله من الاغنيه اللي انت حاطها اكيد عشان كذا. ما ادري هبت لك واحده انجليزيه والله. ترى ما في جوله حبيبي للعلم يعني بقول لك. احس في جوله.
هجوله خذ راحت. انت شكلك ما ادري ايش فيك. اقبل 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 اقبل. في اهداف في الضربه القاضيه. اي وحده؟ لا اللي شو اسمه انا نفسي الطبيعيه حقتنا. اي البيكي. ايوه يلا جولتين شباب جولتين. يلا يا الربع نيوت. شد لحظة. انا هذا بطلع من طايح علي اغاني والله العظيم اني طايح علي الاغاني اقسم بالله العظيم ما اعرف ليش يا عم عتب ما عتب ما عتب. يا سلام ترابل ترابل يا ولد تيف. ايش ايش لا مو طيبه شغل اغاني قاعد استانس. ايه ما تعود عليه في البيت. ترابل يا شباب ترابل اتذكر يا عم تروح كم يا تروح كم يا شباب تروح كم يا شباب يا عم تروح كم يا شباب احكام يا جان سكر ترابل. حيكم حيكم يتسكر يعني يتسكر. حيكم 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 لعلى ترابل كم دخل يا عم نصف مليونين تكبير سنكم 75000 يا عم يا عم ترابل حلاوة 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 يا عم لنكم حلاوة واحدة حلاوة حلاوة يا عم واحدة واحدة الحمد لله. يا ترابل يا جان ترابل يا جان ترابل ترابل يا جان ترابل ترابل يا عيال ترابل يا عيال ترابل يا عيال ترابل يا عيال ترابل ما عاد ترابل ترابل لا تروح ترابل. ايوه تروح الجرس هنا راح تنصب افلت. حيك افلت حيك حيك افلت جيل 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 حيك الشيخ حيك يا عيال ترابل يا عيال ترابل يا عيال هو ده هو ده اللي بنت شكرا يا صاحبي يا جولي ضيعتني وش بلاك هو اسعد الوجه. لا يبوز لا يبوز اخذ ثواني يا لا يبوز يا رب قلبك يا فتش. عبد اللطيف شكرا حنا اس ولا جرين رغودي هيا كلكم مكبسين 200 تكبيسه بجوله. الله يحييكم يا شيخ الله يضيقكم. جمال وش ذا المستوى احنا قاعد نعطيك انا قد مستواك والله. ينيف الدعمين طلعوا اخذت توب 2 قبل شوي ما قصروا والله. بس توب 2 انت الملعون ما تجيني الا لما هذا تصيدني زمان يا جمال تصيدني وتدخلني. يلا خلينا احكم جمال. هاتو زمان وانا بوصف وصك يا جمال من هاتو جيبوا لي يا على طول. يقول يقول يقول, يقول من زمان يفصفصني جمال والله شو اسوي مستوى رجعنا لا ترجعنا للماضي. انت من جد اخذت التوب الثاني؟ مستحيل. اي التوب الثاني اخذناه كذا يعني ما هي طفشان طفشان احنا طفشين اخذناه قلنا يلا توب تو بس ما تخيل ماخذ التوب تو هذا مستواك يا اخي. ايش ذا المستوى جمال؟ اقول اعطني احكام وكلي اكثر باقي جوله. ايش فيك؟ انت قلت جولتين؟ لا انا قلت جوله. صح؟ انا قلت جوله. جوله ولا جولتين؟ قلنا جوله. لا جولتين على الجوله الثانيه. يلا جولتين ما عندك مشكله. انا قاعد اجس النبض. انا شوف طلع جولتين كل جوله يا عيال والله جوله جولتين امور طيبه ما راح يفوز. اعرف انا يا ربع قاعطيه تست نقلق عليه ما في مستوى. يعجبني يعجبني الوثق من نفسه. حبيت الايس كاب هذا. حبيبي
أقبل أرسل أرسل لأن ما نضيع. أنت جديد هنا؟ يعني بكراتين شوي. هذه ما كنت تسويها قبل هذه. هذا ما كنت تسويها. شد يا رفع شد شد. الجولة الثانية الجولة الثانية. يلا بدع ميوت ها. الله. ما وصلنا لهالوقاحة. أما بجامة مش اسمه. والله تعبان. بربري. تعبان. لا فندي بربر ما أحب. كل قسم. تعبان ترى عادي فندي هذا تطريز خاص. من المصمم الكبير سنتر بوينت. ما عمرك سمعت عنه؟ لا ما سمعت عنه شكله بس عندك هذا. هدي يا ابو للبي انت اللي تنام وترقد على جوتشي. ما قلت انا يا ابن الحلال هذا جمال حق البيت هذا حق البث كذا انت ما تعرفني برا شلبه. انت اهم شيء انك مرتاح؟ لا. ابي بربري انا. تبي بربري والبي؟ ابي بربري. تبي بربري؟ ولا البي تبي علمني. والله شو يا اخي يا ليت واحد يعاملني زي كذا. اي عيوني لك كفو عليك انا دلعك بس انت ابي تربل ارحم لي والدك بتربل تربل يا الربع ترى تربل يا حلاوه بقر كل حلاوه بقر بالله كثير من الجمال كثير من جمال تكفون كثير من جمال تمام يلا يا كثير من جمال لزوز على المجال لزوز يا تربل تربل يا عيال يلا يا كم كم يا دخلنا 75000 يلا ما بقى شيء حلاوه بقر حلاوه بقر يا عيال واحد مثلي طيب مو مشكله تربل يا عيال يا تربل يا تربل يا تربل تربل يا عيال تربل ما بقى شيء ما بقى شيء حلاوه بقر يا عيال حلويات يا عيال ارحب يا فلاح فلاح يا فلاح يا بقر يا حلاوه بقر ما بقى شيء تتن تتن اللهم لك الحمد يا بعد يا فلاح تربل 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 يا عيال تربل تربل يا عيال تربل تربل يا عيال تربل التكبيس عامل عندك كلها جعل ما عليك فبل حيك يا رغودي حيك اثبت حيكم يا عيال حيكم حيكم ما عليك فبل ما عليك فبل ما عليك فبل نقدم 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 كفو يا عيال كفو يا عيال كفو يا عيال مليون المئتين التكبيس الله يسعدكم الله يسعدكم يا عيال استغلت ربع استغلت ربع عيال استغلت ربع عيال يا رب اقوم ترى التكبيس عيال وصلنا تبع لا تبص وصلنا تبع الله يبيض لي هالوجه الله يبيض لي هالوجه حيكم يا عيال حيكم الله يسعدكم جاهز احكام اسمه فالح مو فلاح فالح فالح هذا تخصص انجليزي فالح هاتف معليش يا فالح معليش يا رب قلبك صدق لا بربي ما بلا طاع 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 والله ما في والله ما في ألحب ألحب يا رغود ألحب الوافي فالح اس اف اتس ابو يا ضرب حطوه على راسه ظهرا خلوه هنا يا عيال يا رب اقلب قصد ترى التكبيس وصلت بي يا عيال واسع الوجه حييك 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 يا الوافي يا الوافي يا الوافي ألحب هالقطر الله يسعد الله يسعد طبعا الحين اخبط القطر البحرين القطر القطر صح بحرين ولك زون زون تركت جرافي انا انا جرافي صفر والله جرافي صفر يا رب قلبك يا رب قاسي ما ملاعنكم خبر زين يا رسول السلام اهدا خاصة الدربة يا بعد يا رب بس رغودي فالح يا رب اقلوبكم يا رب اقلوبكم يا رجال اقسم بالله على ما قصرتم شفت الجولة شير مس مسكينة نقنق والله نقنق الوافق بس رغودي فالح اسم ولا حنة حيا زوري الله يبيض وجهكم شكرا لكم ما قصرتم والله على ما قصرتم احسن ماسك خط عيال وجو غبار يلا نيوفي يا حبيبي جمال وش دلس يلا نيوفي يلا نيوفي الحكم الاول ايه الحكم الاول بما انك موديل انك موديل تلبس لي الله سبع ثمان بلوفرات ابيك تمتن معنا في البث امتن والثاني الحكم الثاني تطلع الشارع وتوقف واحد في الشارع لا ما قلت قلت ادب توقف واحد في الشارع وتوري مقطع لك وتقول وش رايك بهالمقطع عطني رايك خليك صادق معي خاف يصفق لي من الحال والله شو اسوي امر الله شو اقول قرب انا خبرت صفقت المهم الحكم الثالث تجيب لنا فحمه
زين عندك خلطه تسمن؟ عندي بروتينات وعندي شغل صح. تسمن؟ ترى انا بالنادي صار اسبوعين. مو مبين. يا ما ادري لابس سوبر سايز. ترى مقسم هذا كذا خطوط. وريني الباي شوف. باي باي. حاطني دبل باي. انا هذا وش هذا السكس باكس. اوكي. لا لا كله كله. خايف تزل يا عمري؟ قل المعدة. برسل لك شوف. وارني 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 شو اسمه. والله عاد بخليه ينصدم، هو يحسبني نحيف وانا يحسب على ايام يقولون عني براعصي. بدري عليكم. ارسل لي يلا خلنا نشوف ارسل لي. لو سمحت نقطة شوف. يعني نقطة. شلون نقطة؟ ارسل لي نقطة. يا سمول كابتشينو وفلات وايت، اخلص علي لا اصدرك. خلاص اوكي لا تتعصب. وين الصورة وين الصورة؟ شوف. كيف ارسلها لك؟ راح تنصدم. راح شفرني لحظة اصبر خلنا نتأكد. والله راح ينصدم يعني. والله راح ينصدم شوف وجهه. والله راحت ايام اكون نحيف. لحظة معلق انا داخل بسناب الثاني. ايوه شوف 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 يا رب اني ارسلت لك انت حسابك. شوف ركز شيك لي قول ما شاء الله. والله محمد حولي تقفل ملف اليوم. والله يتقفل ملف. خلنا اروح اشوف. دقيقة من الصدمة عيال بيجينا كذا كذا عيال بيجي كذا مصدوم شافها. يا رب ما يقول فضلات صدر. يا رب ما يقول يقول عضلات ما يقول فضلات. يا رب ما يقول معظم. نيف نيف انا هذا اللي شفته. نيف نيف انا هذا اللي شفته. نيف هذا اللي انا شفته يا نيف. والله في فضلات. والله ما بتحسن. نيف ما بتحسن جمال. انا قلت كم صار لك في النادي؟ والله شوف انا تبي تعرف تماريني بالنادي كيف؟ لا ما ابغى اعرفها. ابغى كم صار لك بالنادي؟ اتدرب كذا قدام المرايه. ومين المسؤول؟ ومين دخلك النادي؟ مين المسؤول؟ مين المسؤول على الشيء؟ مين المسؤول؟ مين؟ ترى اتعب النادي اصور، ايش فيك؟ انت اصلا داخل النادي يا مشاكس عشان تصور فقط. والله اسوي حركات نفسي يوم اتمرن اسوي. عرفت اني سويت شيء فاهم؟ انت من النوع اللي هذا قلت كذا عرفت؟ وش اسوي؟ عرفت يعني؟ يعني زي كذا عرفت؟ ما ادري شو معطينا نظرات. كيف صملت ودخلت النادي؟ علمني. والله شوف انا بقول لك شيء. صملت النادي كانت صعبه، يعني انا تخيل انا بالنادي صار لي اسبوعين وهذا جسمي، يعني تخيل اسبوعين وجسمي قسم زي كذا. فما بالك. انت اسبوعين. اسبوعين تخيل تعب، يعني وضعيات التصوير تعب. انت تدري اقعد شهر ونص ما ناظر نفسي بالمرايه انا اصلا. ليش؟ عشان استمر زياده. وانت ثاني السكس باك اصلا طلع لك من النحف اتوقع. عظم اتوقع. انا ابرر المتابعين بوريه شوي بس صح. تدري ولا تدري وش اسمع اغاني؟ نو بوري بلا فنيو يو لاست كرل كرل كرل. عرفت هذه يا حبيبي عشان تحمس. ايوه جوك ام ان ام وهذا. ايوه اوكي قبل بس شوف نيف عندي لك خطه. هات تصبر معي؟ لا صدقني. المشكلة زي لا تسوي خرج منها يا راشد المراتي. لا 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 أنا قطعت صرت أردى منك الحين بس اسمعني. لحظة. يا أنا أتمنى ما في بنات يتابعون البث. يعني من على الإحراج وما تصير زحمة على البيت يعني. ما نبي هالأشياء تصير يعني. ما إحنا ناقصين يعني. كفاية إن إحنا داخلين على يعني شيء تسوي يعني. أنا بشوف إذا هو صمل معي بنروح أنا وياه. إذا ما صمل والله زين حسب ما يجي من اخوياك. والله العظيم اكرمك. استر الله دقيقه وش اكلت؟ فلابره استر يعني اغراء يعني
ممكن يكون اخرى بس المره اغرى. كنسل ما ابغى، ما ابغى يسمع معي ولا ابغى شيء. طيب خلنا نسمع، خلنا نسمع معك. والله جامد، والله جامد. تروح معي مع ابو ربيع تو اسولف معي. كذاب قال لي بستريم لك. اذرف اذرف حبيبي اذرف والله. تو ايش يقول؟ تبغى تصير معضل امشي روح لابو ربيع. واذا انا حف زي ما لا لا والله انا خفت تجيب له السكر انت قسم بالله. والله برفع ضغطه انا بتمرن بصور سناب. المسكت اللي سويت اليوم معه جلست هايط عليه. طب تاكل بروتينات انت؟ تشرب بروتين وهذا يا رجال؟ امسكت بروتين صحيت من النوم معي مغص والله العظيم. هلكني بروتينات والله جابت لي المغص عيال اقسم بالله العظيم. خذ انا بين عضل والله العظيم. بس يا صلاح يا ابعد يا صلاح منور. هذا صلاح خوينا تخيل يا جمال، انسان راقي جدا جدا جدا. نعم وسوالف سلو موشن بطيئه، مو بطيئه يعني بس يعني بارد بارد يعني تعرف يعني يعني الفخامه ما هي ليتك. اس اي اي ايه صراحه معروف معروف معروف. يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا. وترى الديزرت هذا يا هلا يا هلا يا هلا. قبلناه توقع في جراف قبلناه. اس اي اس اس اي يا مرحبا. تخيل بغيت اصدمه. تصدمه ليه؟ تصدمه والله ابغى اصير حادث في الماريه. غبي مسوي نكت يرجع لي ريوس وانا ما ادري انبهي. ما ادري انا غبي في هذه الاشياء. نيف انت شلون شلون حياتك؟ والله حياتي خايسه. وانت حسك تطيح تقوم حب. تضحك طيح لا احس وجهك موجه حب. انت يا اخي تصدق خاطري امثل. كيف التمثيل معك؟ حلو. كم مره تعيدون اللقطه؟ على حسب. انت ما تعيد اعرفك ما شاء الله تبارك الله. لا لا على حسب على حسب. يعني يعني اقول النكته مرتين ثلاث مرات اذا ما ضبطت؟ لا لا ساعات هذه هذه يعني شلون اقول لك هذه يطلع افيه. كيف اقول لك يعني افيه يدعمني هنا والله. ونعم خليه يدعمني لا خلص منك. بكلم. هذا شيء ارتجالي. يعني مو يعني مو محطوط بالنص، مو موجود بالنص فهمت؟ انت طلعه، انت شطارتك. ترى والله انفع تمثيل، جربني. وش يعني لو بتصير ممثل مثلا زين؟ وش راح تختار لك شخصية مثلا؟ والله امسك الميكروفون. وانت؟ شلون امسك الميكروفون؟ يلا شوف. بحكم على حسب بسولف معه، خلي مثلا وياك مشهد. الاخو الكبير وانت الاخو الصغير. يعني صار فوق تحت اخر شيء قال بحكمه تفضل. لا ما يمديك. يمديك. انا الاخو الكبير وانت الاخو الصغير، ايش رايك؟ يلا روح. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. الحكم الاول. ابيك تاكل لي ثلاث بيضات. تحكم على اخوك الصغير؟ اي اخوي الصغير احكم عليه. كيف؟ لا ترى مو قاعدين نمثل، قاعد اعطيك الحكم. اوكي. المهم ثلاث بيضات مع ملح وسكر. سلمت ثلاث بيضات، لا اعلق عند صورتك اللي فوق. بيضات. قصدك مع مجيد عبد الله؟ يا عادي علقني. المهم الحكم الثاني ثلاث ملاعق قهوه نسكافيه. نيف كم عمرك؟ الصدق ولا الكذبي؟ ابغى الصدق بسرعه اخلص علي. واحد اثنين 24 بس الحين ما صدقت. كل قسم والله العظيم بس ما في جديه، بديت يعني عوارض الجديه تبدا فيني. عمرك 24 سنه؟ 24 سنة بدخل 25. ليش قاعد تقول لي 25؟ يا اخي شيبت يا اخي، والله العظيم احس اني شيبت. كبرنا يا اخي، والله كبرنا يا عيال. شلون الناس تعطيني انا 27 يا الربع؟ اقسم بالله قاعد يصدموني. ليه كم انت؟ انا بدخل 23 سنة. كم؟ 23 سنة. لحظة لحظة. وش بتحبني اكثر الحين؟ لا لا دقيقة. يا اخي الادب قليل. اقعد. ايش في معلق بثك علق من الصدمه؟ اقعد اقعد، ترى فرق بيني وبينك سنتين مدري سنه. والله والله باقي توك في الشباب، توك مراهقتك، توك والله العظيم. العمر العمر ما ينقاس بالسنه، التجربه. وانت تجاربك كم تعطيك؟ اي واللي اكبر منك سنا ما هو اكبر بالدروس. شوف بعض اكبر منك سنا اصغر منك عقلا. يعني ممكن اشوف انا اصغر منك بس انا اكبر منك عقلا، يعني انت مخك الكبر ممكن. صح صح؟ أنا صح أتفق معك. فهمت؟ هذا أنت أكبر مني. طيب شوف الحكم الأول دام كذا. حلو مو مشكلة. ليه الحكم الأول؟ طحين ثلاث مرات على المخدة. هذا أنت اللي تنزل مو أنا يا خليل الأدب. تتذكر الطحين تتذكر؟ أنا مالي دخل. الله لا جد ذكرياته. أنا مالي دخل، أنا ما قد حكمت عليك حكم طحين أبد. وش تحكم؟ تدري الحكم اللي حكمتك فيه أنا؟
طرطة أيام التوثيق حقك فقط. الطرطة يا ما جبت لك طرطة تذكر وما جبت لي إياها يا قليل الأدب يا مشاكس. جمال أنت لو جبت لك طرطة بتصور سناب و... لا لا. وجاب لي طرطة مرة. لا والله باكلها أنا عندي وقت باكلها. ما عندك تصور حتى؟ ما عندي وقت باكل. حاول تصور. باكلها باكلها. دام طرطة الحكم خلاص مو مشكلة بحكم عليك حكم. ها. أبيك يا أشوف يدك رفع يدك كذا. نزل البلوفر هذا نزله. ابو يدك الناشفه ما عندك ساعات انت ما في ما عندك ساعات انت والله شوف ما عندي صدق اشوف كاني شفتك لابس ساعه قبل كم يوم اخاف منها من عين الحسد حط عليها في خزنه خزنه ولا متلفه من احد الرابع انا خفيف المهم يا حبيبي سناب جمال اصورك سناب مصور سناب واكتب الممثل القادم اللي راح يكسر الدراما السعودية والكويتية اوف ما شفت شيء بعد يعني سويت اللي في راسك يا حنود يا شقي تدري انت لو بتمثل ايش راح تمثل اصدمني بطولة تذكر ذلك اللي يروحون الكوفي يقعدون ويشبكون بالبلاتوث عرفتهم نفسهم بالضبط انا وردهم ولد الشايب ايوه نفسهم بالضبط فات بالتوفيق لك صراحه احس اجوك يعني احس اجوك البابا يقول حسابك مدفوع ولازم يسأل. البابا مين سمول كابتشينو ولا مين علمني والله شوف يعني في الحين شيء جديد يعني قاعد ادور ناس جديده يعني لا في غير سمول كابتشينو مين ايش اسمه ذاك عيال ديسمبر سكريم ما ادري اوكلك اوكلك بديني نفسهم بالضبط كيكه السكريم ذاك يسمي نفسه سكريم ديسمبر سكريم ايش سكريم ديسمبر اكتب سكريم ديسمبر شوف ايش يطلع لك فعلا فعلا سكريم فعلا سكريم كذا يعني ويلبس لك شماغ مصنوع من الدم الغزال وغير كذا يلبس لك جاكيت كنا رايح كشافه كله استكرات شوفه لا اله الا الله شفته قدوتي ما اقدر قدوتي قدوتي والله اني حسيت يا المروح ترى يمسك ثلاث جوالات ابشرك ها خمس ساعات جاهزه جاهزه الله هذا شو اسمه جيف اواي هذا ولا هذه هدايا يعني بس ليت الواحد يعني ينوع بالهدايا شوي ليش كل الايفونات سوي السحب خلص بس خلصت الحمد لله تخيل يرفع على القضيه اللي فازوا سحبت عليهم ما سحبت يلعن ابليسك على ابليسك طيب ها راني احبك ها واتمنى نفسك والدب اللي ربحته ذاك اليوم ابغاه لو سمحت الاسود قصدك اي كان كم خاطري اخذه بس ترى ما يعني قلت خلاص خذ حصان الله ياخذك ترى ما عاد في شعر سحبته في الوينتا جاردن كله سحب ما فيني حل اشيله خلاص انا باخذها حصانه حصانه اي ولا تحس بسكوري كذا ترى ها مستواك اقوى من كذا ما شفنا شيء عيب 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 تبي تطلع من القسط يقولون جاكو عندي بدخل بدخل عندي بتأسولف انا اياه ما دخل عندي ميانه مع الاداره اثقل شوي ما يا يعني بنادي بسولفنيا شو اخبار شو اخبار شو العلوم وهذا سولفنيا سالف سالف مع لا تنسى اخوك سالف اذا هل دخلتك تلعب معنا رباعي جاكو مع الاداره نفسها ما هم يلعبون تخيل انا افوز عليهم بس تحلو دمي انا وباحد في حساب لا ما طبعا ما انت ما راح تفوز عليهم طبعا ما راح تفوز عليهم اكيد يعني اكيد ما راح طبعا ما راح تفوز عليهم نقفل ملف الاداره ونقفل ملفك يلا باي يلا باي دقيقه ضيعت الزر اصبر ما ضبطت معي يلا يلا بينا يلا جاكو التب 8 يبيك سلمان بن ملهي طيب سلمان سلمان بن ملهي مالك يا عمي انت سلمان بن ملهي دقيقه اصبروا نشوف 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 يا اخي جيبوا لنا محر يا خالد الانسان هذا احب اسولف معي والله العظيم ما ادري ليش لحظه خلنا نشوف معليش وين هديه النجاح ابي اطلب من عيوني لحظه خلنا نشوف وقعد لابراهيم اصلا بسكر بثي والله انا اصلا فوق اني انا تعبان قاعد ابث لكم يلا يا شباب بسكر نشوفكم ان شاء الله في البث الجاي احتمال افتح لكم الصباح احتمال افتح لكم الصباح احتمال يلا حبايب نشوفكم على خير واعتذروا من محر اعتذروا من راجو ودي ادخل معهم بس والله اني بسكر اني تعبان
نشوفكم على خير، بيض الله وجيكم على 1,500,000 تكبيس، فمان الله والله.